اسعدك هسه الطريق مال البتيره منها تقريب لحد النجف نصه كامل ونص ما كامل، وش قد عندنا يعني هسه حوادث صايره بسبب هذا الطريق. مشكلته والله ما ادري الدوله ما جاي تنفذ يعني الاوامر، وكل لك اول سئله المحافظ يقول لك بعدها ما واصل لي قرار من الدوله حتى مشي. لا بيطسات وبتحويلات وهسه جاي اسوي السنه الثانيه بس بعدها ما كامل تقريبا صار 3 سنين. بقيه الطرق بس الخارجيه يعني قليله، بس المناطق عندك كلش لا شيء، هسه المناطق كلها حفريات وكلها منهولات مفتوحه يعني ماكو مو هالقد. قضاء المجر الكبير طريق عمارة المجر طس بالطسه والعبر ذاك الصوب ودعمه بالصهر يجومات منا كل شيء ماكو، قاموا يسوون في هذه الوحدات مال يشخبطون بالشوارع خويا وخلوا بدون كل الطسات تروج هيك السيايير وتنقلب السيايير تسحب وتطق واحد الثاني، كل شيء ماكو زفت كل شيء ماكو اصلا نهائيا. يجي بس يقول له هيك بهذا الواحد مالهم بهذا الكرين مالهم وكل شيء ماكو. والله بالنسبه للطرق الخارجيه معاناه بشكل، اول مره انا قبل يعني فتره كنت اشتغل على بغداد، هسه انا حاليا اشتغل هنا بالداخل. كنا الطريق مزعج كلش، اول مره سايد واحد يبدا عندك من شيخ سعد لحد ما تدخل الكوت، وهاي الحوادث اللي تصير من وراء شوارع الشيخ سعد يعني من شيخ سعد لحد الكوت معاناه بشكل. اول مره طسات حفريات بها موجوده وماكو اي مسؤول او اي شخص يجي يشوفه ويشوف شنو المعاناه اللي يحس بها السائق. هو شفت كم حادث صار بهالفتره. والله الاشارات المروريه يعني راد لها بقى ترتيب اكثر، لان احنا زخم عندنا زحام ثقيل يعني فما تلحق الاشارات المروريه، يعني حتى لو كان يستخدمها المرور بصوره صحيحه ما تلحق ويا الطرق مالتنا لان الزحامات كثيفه يعني مو قليله يعني. والله للبخت والانسان انسان يحكي اكثر شيء عند السواق يعني، اكثر شيء عند السواق يعني ما عندهم ذاك الالتزام الصحيح. Thank you.